مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 32 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 20 درجة ونسبة الرطوبة 53%. رح ننتقل لدرجات الحرارة غدا نهارا. رح ترتفع درجات الحرارة غدا نهارا، رح تكون الأجواء حارة، رح تسجل في عمان 30، بالليل رح تنخفض ل 19، الاثنين والثلاثاء بتنخفض درجات الحرارة، رح تكون الأجواء صيفية، بتسجل نهارا 28، بالليل رح تنخفض ل 19. وهلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء لطيفة هاي الليلة، جرش وإربد 20، غدا 32، عجلون 18، وغدا 31، وأجواء حارة. المفرق والزرقاء 21، وغدا 33، أجواء حارة نسبيا مع ساعة النهار. رح تسجل هاي الليلة في مطار ملك علياء 17، غدا 33، السلطو مادبا 20، وغدا 30. أجواء لطيفة هاي الليلة في الكرك والطفيلة 20، غدا 29، البحر الميت 27، وغدا 38، وأجواء شديدة الحرارة. معان 22، أجواء لطيفة غدا 32، أجواء حارة نسبيا، العقبة 27، وغدا 40، وأجواء شديدة الحرارة. رواشد 22، وغدا 39. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة: ارتفاع درجات الحرارة غدا نهارا، طقس لطيف مع ساعات الليل، وأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية شرط الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم وعودة لك لنا. شكرا نجود.